مش عارفة أعمل إيه ولا أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة ولا تعملي حاجة. طب عايزاني أكمل وراهم نشوفهم رايحين فين؟ لا ملوش لزوم. اللي أنا كنت عايزة أعرفه عرفته خلاص. طب ما يمكن جاي يقابلها عادي يا شيرين. شغل يعني. أنتِ مش بتقولي عنده معاينة في السخنة؟ ما يمكن واخدها معاه. مش اللي في دماغك يعني. أنتِ مصدقة اللي أنتِ بتقولي ده؟ بصراحة لا، بس أنا مش عارفة أقول لك إيه. أنتِ عرفتي الحوار ده إزاي؟ الأول كنت شاكة إن هو متغير معايا شوية. بعد كده وصلتني إشاعة إن في علاقة ما بينهم. بس قلت عادي يعني، زي كل الإشاعات اللي بتطلع علينا في حياتنا. بدأت معرفت بعد كده إن هو طول الوقت معاها في البيت، وطول الليل سهرانين سوا، وهزار وضحك في اللوكيشن، حتى البريك بياكلوا مع بعض. أنا دلوقتي تأكدت. طب وناوية على إيه؟